ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 6 مليارات و300 مليون دولار بنهاية العام الماضي، ما يضع الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لأنقرة في القارة الإفريقية. وكشفت وزارة التجارة التركية في بيان لها أصدرته بمناسبة زيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى الجزائر يومي 23 و24 جوان الجاري، عن تحول الجزائر إلى أكبر وجهة للاستثمارات التركية في إفريقيا.